سلم مساعد وزير الخارجيه للعلاقات الثقافيه السفير عمر سليم الى اللجنه التابعه من وزاره السياحه والاثار قطعتين اثريتين كان تم خروجهما من مصر بصوره غير مشروعه القطعتان هما تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعده يعود لعصر الدوله القديمه تمثال اخر صغير خشبي من العصر المتاخر تعود احداث استرداد هذين التمثالين الى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكيه بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الاثريه ببلجيكا واثبتت التحقيقات ان مالك المعرض لا يملك اوراقا او مستندات ملكيه للقطعتين الاثريتين.